اهلا وسهلا بكم متابعينا متابعي قناه شوف تي في على هذا البث المباشر من مدينه سطات. اهلا وسهلا بكم متابعينا متابعي قناه شوف تي في على هذا البث المباشر من مدينه سطات مع الحصيله الوبائيه لخلال ال 24 ساعه الماضيه خلال ال 24 ساعة الماضية اللي هي كالتالي، حيث سجلت عدد الإصابات المؤكدة بالمغرب 476 حالة إصابة مؤكدة خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما تم تسجيل العدد كذلك الإجمالي ليصبح أو ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 524475 حالة إصابة مؤكدة. كذلك تم تسجيل 4 حالات وفاة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 9217 حالة وفاة، بينما تم ولله الحمد والشكر تأكد من شفاء 354 حالة شفاء ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافون على صعيد المغرب إلى 511794 حالة شفاء. الحمد لله، فردوا بالكم متابعينا مازال كورونا يعني متواجدة معنا، مازال كاين الإصابات فهي متذبذبة كيف ما سبق وذكرنا أنه كاين واحد مد وجزر عند مد وجزر بالنسبة للحالة ديال الإصابات، يعني كاين إصابات. ف إذا متابعينا متابعي قناة شوف تي في كذلك غادي نمروا لجهة الدار البيضاء سطات، بما أننا احنا الآن في مدينة سطات اللي غادي نرصدوا كذلك غادي نرصدوا الحالة الوبائية خلال 24 ساعة الماضية بالنسبة لجهة الدار البيضاء سطات، بينما سجلت جهة الدار البيضاء سطات 267 حالة إصابة مؤكدة، فيما سجلت حالة وفاة مقسمة كالآتي: 186 حالة إصابة مؤكدة بالدار البيضاء وحالة وفاة، 27 حالة بالنواصر وحالة وصفر حالة وفاة، 26 حالة بالمحمدية مع صفر حالة وفاة، 7 حالات بمديونة مع صفر حالة وفاة، 6 حالات بسطات مع صفر حالة وفاة، 4 حالات ببرشيد وصفر حالة وفاة، حالة واحدة ببن سليمان مع تسجيل صفر حالة وفاة. إذا متابعينا متابعي قناة شوف تي في نتمنوا أنكم تاخذوا المزيد، حيث تم تسجيل 476 حالة إصابة مؤكدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابون بكورونا على صعيد المغرب إلى 524475 ألف حالة إصابة مؤكدة، حيث تم تسجيل 4 حالة وفاة ليرتفع بذلك كذلك العدد الإجمالي لضحايا كورونا بالمغرب إلى 9217 حالة وفاة، بينما تم التأكد ولله الحمد من شفاء 354 حالة شفاء ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافون بالمغرب إلى 511794 حالة شفاء. إذا متابعينا متابعي قناة شوف تي في كذلك غادي نقوموا برصد الحالة الوبائية لجهة الدار البيضاء سطات، حيث سجلت 267 حالة إصابة مؤكدة وحالة واحدة وفاة مقسمة كالآتي متابعينا: الدار البيضاء 186 حالة إصابة وحالة وفاة، نواصر 27 حالة مع صفر حالة وفاة، محمدية 26 حالة مع صفر حالة وفاة، مديونة 7 حالات مع صفر حالة وفاة، سطات 6 حالات وصفر حالة وفاة، برشيد 4 حالات وصفر حالة وفاة،
وأخيرا بن سليمان حالة واحدة وصفر حالة وفاة، وكذلك عفوا الجديدة 10 حالات وصفر حالة وفاة. إذا متابعينا متابعي قناة شوف تيفي، شكرا لكم على تفاعلكم وتواصلكم معنا على هذا البث المباشر من مدينة سطات اللي كنا رفضنا فيه الحالة الوبائية خلال 24 ساعة الماضية بالجهة وكذلك بجميع مناطق المغرب، أو يعني العدد الإجمالي ديال الإصابات بالمغرب، وكذلك حسسنا بالذكر